اولا فيما يتعلق بمجلس الاعلى للانتخابات الذي يقوم بعمله كمؤسسه ويشتغل مع الجميع وبدون انتقام، هو عمليه محصوره بالدستور، المسؤوليه ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وبالتالي فان التقارير تؤخذ بعين الاعتبار في حينها عندما يتطلب الامر ذلك. وبالتالي نحن في دوله الحق والقانون، وان الامور لها اوقات مناسبه لاتخاذ ما يناسب، وان الدستور فاعل ومفعال بان تحديد ربط المسؤوليات بالمحاسبه.